افيدوني عن كشف المرأة عن اخي زوجها وكذلك زوجة العم والخال جزاكم الله خير الجزاء. العم والخال وزوج اخو الزوج كلهم لكم محارم، فليس لها ان تكشف لاخي زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها، لانهم ليسوا محارم، وانما المحارم ابو الزوج وابن الزوج وجد الزوج وابن ابنه، اولاده واباؤه هم المحارم. لها ان تكشف لابي زوجها وجد زوجها، ولها ان تكشف لابناء زوجها وابناء ابناء زوجها وابناء ابناء زوجها، لانه اولاد. قوله جل وعلا: وابائهن وابناء بعولتهن وابنائهن وابناء بعولتهن وبعولهم ازواج. واما الاخوه وتزوج واخواله واعمامه فليسوا محارم، ولا يجوز لهم ولا الخلوة باحد منهم.